بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض سلسلة الفيديوهات الخاصة ببرنامج الـ VM Vsphere الإصدار 6.5. النهاردة بنتكلم على موضوع شيق، موضوع مهم ناس كتيرة بتحتاجه، خصوصا الناس اللي عندها داتا سنتر أو اللي عندها عدد من الهوست كتيرة أوي. الموضوع ده اسمه الهوست بروفايل. قصة الهوست بروفايل أو فكرة الهوست بروفايل عبارة عن إيه؟ عبارة عن ان انا في البيئة اللي انا شغال عليها او في الشركة اللي انا بشتغل فيها ما عنديش هوست او اتنين بس، انا عندي مجموعة من الهوست، يعني مثلا زي خمسة زي ستة ممكن اكتر. في لو طبعا شغل داتا سنتر، لو شركة كبيرة شوية بيوصل عدد سيرفرات كتيرة، فبالتالي لو عندي مجموعة كبيرة من الهوست ده هينفعني قوي موضوع الهوست بروفايل. طيب فكرة الهوست بروفايل عبارة عن ايه؟ لو حضراتكم فاكرين واحنا اثناء دراستنا للكورس ده كنا بننشئ، اول ما حضرتك بتيجي تنشئ هوست جديد او اي اس اكس اي جديد، فكان المفروض بعد ما بتعمل انستليشن في سيتنجز كتيره كنا بنعملها. المحاضرات كانت موجوده عندنا، مثلا موضوع النتورك سيتنج تقريبا كنا قعدنا 3 فيديوهات فيه، موضوع الاستورج او الشيرد ستورج كان برضو تقريبا 3 فيديوهات. اقصد اقول ان في سيتنجز كتيره بنحتاجها، زي النتورك سيتنج، زي الاستورج سيتنج، السكيورتي سيتنج، ممكن نحتاج سكيورتي خاص او سيتنج خاصه بالسكيورتي. فما بننشئ احنا هوست بنضيع وقت كتير ان انت بتظبط الهوست ده، بتظبط السيتنج بحيث توصل للاداء الامثل الي. فلو انت محتاج بقى نفس الكونفيجريشن اللي انت عملتها على السيرفر ده او الهوست ده، لو عندك مجموعه من الهوستس كتيره وعايز تطبق نفس السيتنج دي، بدل ما انت تيجي مثلا هنا عند الهوست رقم 2 وتعيد نفس السيتنج وتعيد نفس الكلام ده، فبالتالي هتضيع منك وقت وممكن السيتنجز ما تكونش مطابقه للسيتنج الاولانيه اللي انت اتاكدت ان ادائها ممتاز. فبالتالي ينفع بقى من خلال الهوست بروفايل، فكرته ان احنا هنعمل ايه؟ ان انا هاجي على الهوست ده اللي هو انا السيتنجز تابعه تمام، اتاكدت انها شغاله كويس متوافقه مع الشغل بتاعي، فهاجي اعمل حاجه اسمها الهوست بروفايل. اللي هيحصل هينشئ لي ملف، يبقى الهوست اللي انا شغال عليه هينشئ لي ملف، الملف ده يحتوي على كل السيتنجز اللي خاصه بالهوست ده، كل السيتنجز سواء بقى النتورك سيتنج، السكيورتي سيتنج، وفي حاجه اسمها الادفانسد سيتنج، كل ده هيتخزن لي في فايل، في ملف كده. الملف الجديد اللي تم انشاؤه ويحتوي على كل السيتنجز اللي موجوده دي اقدر اطبقه على باقي الهوستس الموجوده عندي. انت بقى هنا عندك حريه الاختيار، الملف الجديد ده اللي عليه كل السيتنجز دي نفسها تقدر تطبقه على هوست تاني او اتنين او تلاته او على الكل. تقول انا عايز اطبق الكلام ده على ايه؟ كل الهوستس الموجوده. فبالتالي انت كده هتتاكد ان جميع الهوستس الموجوده عندك في البيئه اللي انت شغال عليها كلها نفس السيتنجز وكلها نفس الاعدادات، بدل ما تعدي على جهاز جهاز وتبدا تنشئ الاعدادات من اول وجديد. ده تقريبا مختصر موضوع الهوست ايه؟ الهوست بروفايل. طيب عشان نعمل الموضوع الهوست بروفايل مفيش اشتراطات ومفيش حاجات معقده ولا حاجه، لكن هي الفكره ان الهوست الاساسي اللي انا هشتغل عليه اللي هكريت منه او هعمل كرييت للفايل نفسه بيتقال عليه الماستر هوست، وممكن نسميه الجولدن هوست حسب بقى اللي انت الاسم اللي انت اتفق عليه، بس مش هتختلف كتير، وهنتخيل اللي هو الاسم الماستر هوست. يبقى عندي مجموعه هوست موجوده، هتيجي انت على الهوست اللي اداؤه افضل بالنسبه لك او اللي انت اشتغلت عليه. يفترض انت طبعا ممكن تعمل الكلام ده على فكره قبل ما تنشئ دول، يعني انت لسه بادئ بهوست جديد، لسه ما عندكش اي حاجه، لو لسه بادئ بهوست جديد وغيرت السيتنجز فبالتالي ممكن تنشئ الفايل بحيث يبقى الماستر هوست، واي هوست جديد تعمله نطبق الفايل ده ونقول له طبق لي الفايل الهوست فايل على السيرفر الفلاني او على السيرفرين الفلانيين او على الجميع. ينفع تطبقه على الجميع بحيث يبقى كل الهوستس الموجوده عندك مطابقه لبعض. الفكره دي على فكره اخدناها قبل كده زي حكايه التمبلت، الفي ام تمبلت، كنا احنا قبل كده اخدنا شفنا فيديو اللي انت لو هتنشئ جهاز جديد في ام جديد وليكن مثلا عليه ويندوز 10، فانت بتنشئ الجهاز وبتحط الابلكيشن اللي انت عايزها وبعد كده بنعمل له سيف كتمبلت بحيث يبقى الجهاز ده موجود عندي كتمبلت، واما تيجي تنشئ اي جهاز تاني فبقول له انشئ لي الجهاز الجديد طبقا او بناء على التمبلت اللي فات. نفس الكلام عندنا هنا في قصه الايه؟ الهوست بروفايل. مش عايزين نضيع وقت كتير وفي النظري، نبدا في الجزء العملي
بس قبل ما نبدأ الجزء العملي لازم ناخد بالنا من حاجة يا جماعة، إن السيتنجز الخاصة بأي هوست بتبقى سيتنجز كتيرة قوي، هي مش نتورك أو ستورج بس، لا دي في حاجات كتيرة جدا. فبرضه من ضمن الحاجات اللي أنت مجرد ما بتقول له انشئ لي هوست بيعمل لك كل الهوست، تقدر أنت تلغي منها أو تعدل منها، تعمل كاستمايزيشن يعني، حتى هيتقال عليها كاستمايزيشن. فتقدر تقول له انشئ لي الهوست فايل، وبعد ما الهوست فايل يتنشأ تقدر أنت تعدل عليه. يعني ممكن تقول مثلا مش عايز النتورك ومش عايز السيتنجز الخاصه بالستورج، خلينا بس في السيتنجز الخاصه بالفاير وول مثلا يعني. فانت ما انت كده حددت الايه السيتنجز المعينه اللي انت عايز تنشرها او توزعها على باقي الهوست، يبقى انت عندك حريه الاختيار. ممكن تاخد السيتنجز الكامله وتطبق على جميع الهوستات، او اللي انت تحدد او تنقي او تحدد جزء بس من المعين من السيتنجز اللي انت عايز تطبقها على جميع الايه الهوست. وهنشوف الكلام ده عملي ان شاء الله. تعال نبدا الكلام ده عمليا. بندخل على السيرفر اللي احنا شغالين عليه، ده عندي الفي سنتر موجود. انا طبعا في البيئه اللي انا شغال عليها عندي 2 هوست بس، فكان بقى لكن في الوضع الافضل بيبقى حضرتك بقى عندك هنا مجموعه كبيره من الهوستس اللي موجوده تقدر ان انت تشتغل عليها. فانا هنبدا ونجرب الكلام ده. طيب انا عندي 2 هوست، انت من حقك تحدد مين فيهم اللي يبقى ماستر هوست ومين فيهم اللي يبقى الهوست العادي اللي هو هياخد الفايل نفسه. فانا عايز اشوف مثلا السيتنج اللي موجود عندي. انا عندي هنا الهوست وليكن ال 132، ده موجود عليه 3 او 4 اجهزه. الهوست اللي هو ال 134 ده موجود عليه جهاز واحد بس. طيب تمام، تعال نشوف يا جماعه السيتنجز اللي انت عايزها. الخطوات بسيطه على فكره، لكن هيتقابلك طبعا فيها مشاكل كتيره، ولازم يعني لما تيجي تطبق. مثلا انا عندي هنا الهوست ال 132، انا هتخيل ان هو ده الماستر هوست عندي، فعشان اخد البروفايل الخاص بيه او الهوست بروفايل واطبقه على ال 134 ممكن يتطبق وممكن ما يتطبقش حسب الكومباتيبلتي او حسب مدى توافقيه الجهازين الاثنين فيزيكال هوست اللي انت هتشتغل عليهم. لازم يكونوا الى حد ما في توافق بينهم عشان السيتنجز دي نفسها تتطبق على نفس السيتنج دي، لان ممكن يكون السيرفر اللي هو ال 132 ده في سيتنجز معينه تيجي تطبقها على ال 134 ما تتطبقش، يقول لك لا دي في بعض السيتنج مش متوافقه. فبالتالي برضو الموضوع ده ناخده في اعتبارنا، وهتيجي تسالني طب وانا هعرف ازاي انه متوافق او لا. انت الاول بتنشئ او بتعمل كرييت للهوست بروفايل، وبعد كده في اوبشن او في اختيار اللي انت بتقول لي شوف لي مدى التوافقيه او اعمل كومبير وشوف الموضوع هيمشي ازاي. هو هيطلع لك بقى يا اما يقول لك اوكي تمام الدنيا ماشيه صحيح وان السيتنجز دي هتتطبق بشكل صحيح، او ممكن يقول لك لا في عدم توافق بين السيرفرين او بالاثنين هوست اللي انت هتشتغل عليهم. هنجرب الكلام ده عملي ونشوفه مع بعض. انا على سبيل المثال عايز مثلا اخد، لو فاكرين الاس اس اتش كنا قلناها تقريبا في اول او تاني فيديو، والمفروض الناس اللي عندها خلفيه بالنتورك عارفه موضوع الاس اس اتش. فتعال نجرب كده، انا هاجي على السيرفر الماستر هوست او الماستر هوست عندي. لما نيجي هنا على الكونفيجريشن ممكن انزل تحت هنا هنلاقي الفاير وول، اهو الفاير وول موجود عندي. دي الفاير وول بيقول لك ايه السيرفيسز اللي موجوده ومين فيهم اون ومين فيهم اوف وهكذا. فانا ممكن اجي هنا اعمل اديت، وادي الاس اس اتش عندي، وطبعا ممكن هنا تشتغل. فانا عندي مثلا الاس اس اتش للكلاينت معمول له انيبل يعني شغال، والاس اس اتش للسيرفر برضو معمول له انيبل او اكتف. اوكي تمام، دي السيتنجز الخاصه بالفاير وول او بالاس اس اتش اللي خاص بال 132. اما اجي هنا على ال 134 اتاكد هل نفس السيتنج موجوده ولا لا. شوف هنا في اختلاف، ان عندي هنا الاس اس اتش كلاينت دي مش شغاله او مش معمولة انيبل يعني مش موجوده مش اكتف معايا. فمعنى كده ان اصبح عندي اهو اختلاف بين الهوست الاول وبين الهوست الثاني. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اطبق او اعمل كرييت للهوست بروفايل واطبق واقول للفي سنتر، اقول له كل السيتنجز الخاصه بال 132 دي اللي هي الفاير وول او الاس اس اتش دي طبقها لي على ال 134.
فبالتالي المفروض الاقي ال SSH كلاينت دي اتغيرت تلقائيا وبقت ايه؟ بقت enabled. تعال نجرب الكلام ده عمليا. اول خطوة يا جماعة المفروض بعمل ايه؟ انت عندك هنا لو رحت على المنيو فوق واخترت هنا الشورت كاتس بنلاقي حاجة هنا اهو، شايف اختيار اسمه ايه؟ هوست بروفايل. فما بتضغط على الهوست بروفايل المفروض هنا مفيش الديفولت، من انت لسه ما عملناش اي حاجة فما عندكش هنا اي هوست بروفايل. فدي طريقة ان انا ممكن اوصل للهوست بروفايل. كان في الفيرجنز القديم اللي هو الفايف او الفايف بوينت فايف عشان تنشئ بروفايل جديد او هوست بروفايل كان اسمها كرييت، كان اسمها كرييت هوست بروفايل. في الفيرجن اللي احنا شغالين عليه اللي هو 6.5 والاصدارات الاعلى حتى 7، الاصدار 7 ما اسموش كرييت، ما فيش كرييت دي خالص، مسمينها هنا اكستراكت هوست بروفايل. فاكستراكت هوست بروفايل المقصود بيها كرييت هوست بروفايل. فده ممكن ان انت تبدا تنشئ هوست بروفايل من الاختيار هنا، دي طريقه. طب طريقه تانيه، واللي انا بفضل الطريقه التانيه اللي انا بشتغل عليها، ان انا برجع للهوست اند كلاستر اللي هو الشاشه اللي احنا معتادين ان احنا نشتغل عليها اللي بتظهر لي هنا قائمه الهوست الموجوده عندي. فانت او احنا متفقين مع بعض ان الهوست 132 ده هو اللي بالنسبه لنا الهوست الماستر، الماستر هوست بروفايل. فينفع ان انا اضغط رايت كليك وهلاقي هنا هوست بروفايل، وتقدر برضو تعمل اكستراكت هوست بروفايل. فدي طريقه تانية او اللي هو كرييت يعني هي نفسها، فينفع تستخدمها بالطريقه دي لو انت شغال في نفس الشاشه، ينفع تشغلها من هنا او تشغلها من الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. الاثنين طبعا نفس الناتج او الاثنين نفس النتيجه. طبعا هنتفرج او هنمر على معظم الاختيارات اللي موجوده عندنا هنا، طبعا معظمها ديسيبلد او مش شغاله عشان لسه احنا ما انشاناش البروفايل. فانا هستخدم الطريقه دي اللي انا ضغطت باليمين واخترت هنا الهوست بروفايل وهقول هنا اكستراكت. بس طبعا قبل ما تعمل كده اتاكد انت سيلكت اوريدي على اي هوست منهم. فانا بقول له اكستراكت هوست بروفايل يعني انشئ لي بروفايل جديد. فبيسالك هنا اوبشن يعني اللي عايز تعمل بروفايل اسمه ايه، فممكن اسميه ماستر بروفايل مثلا او اي اسم. فانا هسميه هنا ايه؟ ماستر بروفايل. واروح ضاغط على ايه؟ عايز تكتب ديسكريبشن براحتك، مش عايز ديسكريبشن فانا ممكن اعمله هنا اوكي. طيب اول ما ضغطت اوكي ممكن ارجع لتحت للتاسك عشان تظهر قدامي. فالراجل هنا بيعمل ايه؟ كرييت هوست بروفايل ولسه 0%. الموضوع ده مش هيطول، هياخد دلوقتي تقريبا دقيقه او ممكن اقل من دقيقه. هو ايه اللي بيحصل؟ هو دلوقتي الفي سنتر بياخد كل السيتنجز الموجوده الخاصه بالهوست الموجود عندي بيجمعها لي في ملف، عشان كده هو بيتاخر شويه ان بيجمع كل السيتنج. او ما طولش اهو قال لي كومبليت خلاص متشكرين. فكده الهوست الاولاني او الماستر هوست اخدنا منه كل السيتنجز اللي موجوده عنده وجمعها لي في فايل. طب حضرتك عايز تشوف الفايل ده، الفايل فين؟ انا مش عارف الفايل، هو المفروض قال لي انه كومبليت او تم انشاؤه. طب تم انشاؤه فين؟ ازاي اوصل للفايل ده؟ اهو زي ما قلنا قبل كده هروح على المنيو واختار هنا الشورت كات ونضغط على الهوست بروفايل، فبيطلع لي هنا الماستر بروفايل او الفايل الجديد اللي احنا انشاناه، وبيديك تقرير ملخص اللي يقول لك هنا الكومبلاينس هوست 0، النون او النوت كومبلاينس هوست 0 برضو، والانون. فده تقرير عن الفايل او البروفايل الجديد اللي احنا عملناه. طيب وبيقول لك هنا عدد الهوست الزيرو يعني مش مطبق على ولا حاجه، يعني احنا كده عملنا ايه؟ مجرد عملنا فايل ومتشكرين ما عملناش اي حاجه. الهوست هنا لو طلع لك واحد او اتنين او تلاته ده معناه ان الفايل ده مطبق على اكتر من هوست، فبيطلع لك هنا عدد الهوست. فكل حاجه زيرو لان احنا لسه ايه؟ لسه ما بدأناش وما اخدناش او ما طبقناش البروفايل ده هيتم ازاي. فدي كانت الخطوه الاولى. ملاحظة طبعا نقولها، اما حضرتك تضغط هنا على الماستر بروفايل فانت عايز تعرف هي ايه السيتنجز اللي الراجل اخدها. اهو فبيظهر لك هنا. بالمناسبة لو حد اخد باله ان عندي هنا الفيو مش مظبوط قوي، كل شوية عمال اطلع هنا وانزل هنا واطلع هنا الريسنت تاسكس مثلا، فتحس ان الفيو مش مظبوط.
فلو حد فاكر كنا احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده، يبقى اكيد البراوزر او اللي انا شغال عليه، الكمبيوتر اللي انا شغال عليه، كان المفروض اعمل داونلود للفي ام وير تولز دي. الموضوع ده اتكلمنا عليه في تاني او تالت فيديو، وقلنا ده الموضوع ده مهم جدا عشان هيأثر على حاجتين. كان قلنا بيأثر على الاف تي اللي هو الفولت، مش الاف تي، كان تقريبا الفي موشن، والحاجة التانية كان بيأثر على الفيو والمنظر العام، الشكل العام كده، وتعمل ماكسمايز ومينيمايز وهكذا. فواضح ان انا عندي البراوزر اللي شغال عليه ما مش ما مش معمول له داونلود للفي ام وير تولز. طيب على كل البروفايل اللي احنا انشأناه هنا بيظهر لي وبيقول لك الفايل ده او البروفايل الجديد هو جمع كل السيتنجز دي في حاجة اسمها ادفانسد كونفيجريشن. لو فتحناها كده كل دي موجودة معانا، كل البروفايل السيتنجز دي اتاخدت معانا. وفي حاجة هنا اسمها مثلا النتورك كونفيجريشن، فالنتورك كونفيجريشن لو جينا فتحناها بيقول لك ده هو اخد السيتنجز الخاصة بالفيرتشوال سويتش. اهو بيقول لك ده انت عندك فيرتشوال سويتش اسمه فيرتشوال سويتش 0، ومعمول له بورت جروب، ومعمول له مش عارف ايه جروب. كل السيتنجز اللي انت عاملها اهو البورت جروب حتى بتظهر لك، وبيظهر لك النيمز او الاسماء اللي موجوده. فكل السيتنجز دي احنا اخدناها خلاص معانا بدل ما تعيدها مره تانية. ده بالكلام ده على مين؟ على يا جماعه على النتورك مثلا. طيب لو جيت هنا مثلا على الاستورج كونفيجريشن هتلاقيه بيقول لك بالنسبه للستورج كونفيجريشن هو اخد الايس كاز مثلا انشيليتور والفي سان او الفيرتشوال سان وكل السيتنجز دي. طبعا حاجه كتيره، سيتنجز كامله لكل الهوست. فممكن انت تحتاجها كل السيتنجز دي تطبقها على الاجهزه التانيه، وممكن مش محتاجها كلها، محتاج جزء معين منها. طيب زي المثال اللي احنا عايزينه، احنا عايزين مثلا نحدد الاس اس اتش، نفتح او نقفل الاس اس اتش، عايزين نعمل كمثال. انت طبعا ممكن اما تيجي تجرب الكلام ده عملي، جرب خد النتورك كونفيجريشن بس بحيث هي تتطبق على الهوستس التانية، وجربها وشوف هتشتغل معاك ازاي. وبعد كده عايز تطبق في مثال تاني، خد الاستورج بس. وعايز تاخد الاستورج وتاخد النتورك برضو، جرب الاتنين. يعني ابدأ فيها خطوة خطوة كده، وهي كلها نفس الخطوات، مفيش اي اختلاف. فانا عايز اعدل هنا، انا مش محتاج كل الكونفيجريشن دي. لو حضرتك عايز تعدل في كل ده تيجي هنا على ايه؟ على ايديت. فلما باجي على ايديت هيطلع لي طبعا نفس الكلام اهو. فانا ممكن هنا لو شلت علامه الصح معناه انا مش عايز الادفانس كونفيجريشن اللي تفصيلاتها هنا، انا مش عايز كل ده، الباور مانجمنت ومش عارف ايه والباور كونفيجريشن انا مش محتاج اطبق الكلام ده. الجنرال برضو سيتنج لو فتحتها هتلاقي حاجات كتيره جدا جدا موجوده، فكل ده تختاره او لا براحتك. فانا هقفل كل ده، مش محتاج انا كل ده، مش محتاج الاستورج مثلا. انا هطبق الكلام ده على ايه؟ على السكيورتي بس. طيب اما بتضغط هنا على السكيورتي شايف هنا بيطلع لك ايه؟ يقول لك الفاير وول كونفيجريشن. بتيجي هنا برضو على الفاير وول كونفيجريشن، وكل دي اختيارات موجوده. فانا بس هختاره هنا، شايف الاس اس اتش المفروض يظهر معانا او الدي اتش سي بي براحتك بقى. فانا هاجي هنا فين احنا كده، الاذر مش عندنا، انا بس اخترت ده كده، هاخد السكيورتي واروح ضاغط هنا على ايه؟ على اوكي. يبقى انا عدلت في الماستر بروفايل. بص حتى اللي حكيت الاوكي عايز اوصل للاوكي تبعها، ممكن اعمل ماكسمايز بقى هنا عدبان. كل المشاكل اللي ظاهره قدامنا دي عشان موضوع او التولز ده مش موجود معانا، الفي ام تولز. فهضغط هنا اوكي. يبقى كل اللي احنا عملناه هنا طبعا بيعمل اديت او بيعمل تعديل للكونفيجريشن اللي احنا عملناه. يبقى احنا انشانا بروفايل، وبعد ما انشانا البروفايل جينا عملنا اديت للبروفايل وما اخترناش ان انا كل السيتنجز، اخترنا سيتنج معينه. فهو الراجل برضو هيتأخر له دقيقة أو دقيقتين على أساس بيعيد بقى رأيه وبيشيل بعض الكونفيجريشن ويسيب الكونفيجريشن اللي احنا حددناها له هنا. الموضوع ده بياخد له دقيقة أو دقيقتين. دي كانت الخطوة الأولى اللي احنا بننشئ الهوست بروفايل. الخطوة رقم اتنين كده خلاص متشكلين، وعايز تعرف طبعا القصة مشيت ازاي، بتفتح
من تحت عندك هنا، فبيقول لك بيعمل ابديت او لسه بيعمل ابديت، وقال لي الابديت كومبليت او كومبليتد. فكده البروفايل انشانا بروفايل وعملنا له عمليه ابديت وحددنا ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. دي كانت الخطوه الاولى ازاي ان احنا بننشئ الايه الهوست بروفايل.